بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. لا يحل لأحد أن يفعلهن، أي لا يجوز لهن، أي لا يجوز له أن يفعلها، بل يتجنبها ويبتعد عنها لما فيها من الإثم. نعم. لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. فالإمام لا يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني في من هديت، بل يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. فلا يخص، إذا كان يؤم الناس فيدعو له ولهم جميعا. نعم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، استأذن أهله، فإذا أراد الدخول عليه أن يستأذن أولا، والاستئذان ثلاثا: فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نظر في البيت فقد دخل بنظره وعرف ما في البيت، وهذا لا يجوز الاطلاع على عورات الناس، بل لا يصمد إلى شقوق الباب أو إلى فتحات الباب، وإنما يبتعد عنها ويستأذن حتى يؤذن له. نعم. ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ولا يصلي وهو حقن بالبول حتى يتخفف، يعني يتخلص من البول، لأن هذا يذهب الخشوع، يذهب خشوعه في صلاته، وهذا يسمى بالحاقن، حاقن للبول. وكذلك مثله الذي شغله الغائط حتى يتخلص منه، وهو الحاقب، حاقب أو حاقن. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم برك على خيل أحمس ورجالها خمسة. الحمس هم الذين سكان الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. وفيه من حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نعم، هذا فيه الإلحاح في الدعاء، وأن الإنسان لا ييأس ولو تأخرت الإجابة،
فإنه ربما يكون تأخير الإجابة خيرا له من تعجيلها. الله أعلم بمصالح عباده، فعليه الدعاء والاستجابة عند الله سبحانه وتعالى، قد يعجلها وقد يؤجلها لمصلحة العبد. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، فيكثر من الدعاء. نعم. ولمسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يستجاب للعبد إذا دعا، لأن الله جل وعلا يقول: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا لا يخلف وعده، ولكن الإنسان إذا عجل وقطع الدعاء فإنه يحرم من الخير. وكذلك لا يدعو بإثم، يدعو على أحد وهو غير مستحق، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، فلا يقبل منه ذلك. نعم. وللترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. سلوا الله من فضله، يدعو الإنسان ويقول: أسأل الله من فضله، ويكثر من الدعاء، وينتظر الفرج من الله سبحانه، ولا ييأس ولا يقنط، ويقول: قد دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وفي سنن الترمذي من حديث عبادة: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. نعم، هذا فيه أنه يستجاب الدعاء كما وعد الله سبحانه وتعالى بقوله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من الاعتداء في الدعاء، فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يصرف عنه من السوء مثلها، إما أن يستجيب الله دعاءه أو يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا من إجابة الدعاء، صرف السوء عن العبد هو من استجابة دعائه. نعم. قال: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. نكثر من الدعاء، قال: الله أكثر خيرا وأكثر فضلا. نعم. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله: وفيه إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالمسلم لا ييأس من تقبل دعائه، يستجاب له، لأن الله وعد بذلك، إما أن يعطيه مسألته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فالمسلم يدعو ويكثر من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الترمذي وصحيح الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعطى حب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. نعم، من يسر عليه الدعاء وأكثر من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. وما سئل الله شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية. وما سئل الله شيئا يعطى أفضل من أن يسأل الله العافية، العافية من المكاره ومن المخاطر ومن الشرور، هذا أفضل أنواع الدعاء،
وأفضل ما يعطيه الله للداعي، نعم، أن يعافيه، نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هذا فيه فائدة الدعاء، وأنه ينفع مما نزل فيرفعه الله، ومما لم ينزل من المكاره فيدفعه الله، نعم. فعليكم عباد الله بالدعاء. عليكم هذه كلمة حث وهي اسم فعل، مثل قوله عليكم أنفسكم، أي يلزموا الدعاء، يلزموا الدعاء وأكثروا منه، نعم. ولأحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. هذا إذا بالغ في الدعاء، إذا بالغ صلى الله عليه وسلم في الدعاء كدعاء الاستسقاء فإنه يشتد في رفع يديه. ولأبي داود بسند حسن عن مالك بن يسار مرفوعا: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. نعم، هذا يبين ما الحديث الذي قبله، أنه ليس المراد أن الإنسان يقلب يديه في الدعاء ويجعل ظهورها إلى السماء، وإنما معناه أنه يبالغ في رفع يديه، نعم. وله بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. نعم، هذا فيه من آداب الدعاء أنه يختار الجوامع التي تجمع الخير من الدعاء ويدع ما سوى ذلك من الدعاء غير الجامع، نعم. وعند الترمذي والحاكم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن، فلا بد يحضر قلبه عند الدعاء. أما إذا دعا بلسانه قلبه غافل ولا يحضر قلبه فإن الله لا يستجيب له، نعم. ولأحمد: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يدعو الإنسان وهو لا يستحضر الإجابة أصلا، أو أنه يستبعد الإجابة. الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، وما عنده فهو قريب، نعم. وعن جابر مرفوعا: لا تجعلوني كقدح الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه أو لوضوء توضأ، وإلا هراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. نعم، هذا فيه أن الداعي يستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه، فيبدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أسباب القبول، نعم. وعن سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الدعاء النبوي يغني عن أن الإنسان يجمع حصى أو يجمع أشياء ويدعو بها، بهذه الحصى أو بهذه الأشياء التي أحضرها، بل يقول عدد كذا عدد كذا عدد كذا، وهذا يكفي، نعم. وله عن صفية: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه،
فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟ فقلت علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. نعم، إذا قلت عدد كذا وعدد كذا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أو نحو من ذلك، فإن هذا أفضل من أن تجمع حصن أو نحوه وتدعو بعدده. يكفي أن تقول عدد كذا من أن تحضر عددا كثيرا بين يديك. نعم. وعن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. نعم، هذا فيه فضل هذا الدعاء. نعم نعم. عليكن بالتهليل والتسبيح. عليكن هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهليل. بالتهليل والتسبيح والتقديس. بالتهليل بالإكثار من لا إله إلا الله، والتسبيح الإكثار من سبحان الله. نعم، والتقديس هو التنزيه. التقديس هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تغفلن فتنسين الرحمة. ولا تغفلن عن الدعاء فتنسين رحمة الله عز وجل. نعم. وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني بدل من الحصى وبدل من العقد فإنك تستعمل الأصابع، فإنهن مسؤولات يوم القيامة ومستنطقات. فإذا استعملتهن بالتسبيح والتهليل وعد الذكر الأذكار فإنه يحصل بذلك لهن خير وفضل كبير. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا الشرح والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.